عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تبخرت 50 مليار دينار جمعتها الكويت خلال 20 عاما؟ الإجراءات الحكومية لتعزيز السيولة وتحويل الأرباح المحتجزة وفر سيولة 8.8 مليارات دينار. النفط بمتوسط 30 دولار يهبط بالإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار ويرفع العجز إلى 14 مليار. وقالت وكالة إخبارية أنه بعد إقرار مجلس الأمة لميزانية السنة المالية الحالية أخذ في الاعتبار تعديلات لمراعاة انخفاض أسعار النفط وتقليص المصروفات الحكومية، فقد ارتفع العجز المتوقع في الميزانية إلى 14 مليار دينار، وقدرت المصروفات الآن بنحو 21.6 مليار دينار بعد تقليص نحو 1 مليار دينار منذ كشفت وزارة المالية عن خطتها في يناير الماضي. ويقول النائب عدنان عبد الصمد الذي يرأس لجنة الميزانية في المجلس إن الانخفاض لا يؤثر على الدعوم أو المزايا المقدمة للموظفين أو على حقوقهم. وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل 2020 بأكثر من النصف إلى 7.5 مليارات دينار، على افتراض أن متوسط سعر النفط 30 دولار للبرميل. وكانت الحكومة في الأصل قدرت الإيرادات في الميزانية من خلال حساب سعر النفط الخام عند 55 دولاراً قبل أن يؤدي فيروس كورونا إلى انخفاض الأسعار وزيادة الضغط على المالية العامة للدولة. ومن المقرر أن تنخفض صادرات الكويت من النفط والغاز هذا العام إلى ما يقرب نصف أعلى مستوياتها في 2014 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ولكن التحدي الآن يكمن في كيفية تمويل العجز الذي تواجهه الكويت للعام السابع على التوالي نتيجة انتهاء صلاحية قانون الدين العام في 2017. ويقول عبد الصمد أنه من المرجح أن يتقلص العجز منذ أن بدأت أسواق الطاقة في الانتعاش، ولكن عدم وجود قانون جديد للدين العام جعل من المستحيل على الحكومة الاقتراض، ما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام بدلا من ذلك. ولما كانت الأصول السائلة في الصندوق قد أصبحت على وشك الندوب، فقد اضطرت وزارة المالية لاتخاذ تدابير أخرى لتلبية احتياجات الإنفاق، علما بأن رواتب موظفي القطاع العام والدعوم يستحوذان على 73% من إجمالي النفقات. وقال عبد الصمد إن السيولة النقدية المتاحة للخزانة آخذة في الانخفاض لأن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن الكويت جمعت 50 مليار دينار على مدى السنوات 20 الماضية والتي استخدمت في سد عجز الميزانية بعد هبوط أسعار النفط في 2014، كما تم استخدام الأموال بالمساعدات الخارجية وشراء الأسلحة وسداد العجز في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. من جانبه قال وزير المالية براك الشيتان الشهر الماضي أن الرصيد المالي يوشك على الندوب لدرجة أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب بعد شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه بين الحلول المؤقتة لسد الفجوة المالية شراء صندوق الثروة السيادية ما تتجاوز قيمته 2.2 مليار دينار من الأصول من الخزينة، كما وافق مجلس الأمة على خطط لوقف التحويل السنوي بواقع 10% من الإيرادات النفطية إلى الصندوق في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من العجز. ويقول عبد الصمد إن إجراءات تعزيز السيولة التي شملت أيضا تحويل أرباح مؤسسات الدولة الأخرى أضافت نحو 8.8 مليار دينار للخزينة. وقد اتسع عجز الكويت في السنة المالية الماضية إلى 5.64 مليار دينار بزيادة 6.9% تقريبا.
عن العام السابق نتيجة هبوط أسعار النفط الخام إلى أدنى من المتوقع فضلا عن تراجع الإيرادات غير النفطية.